الهدف الاستراتيجي هو الوصول بالمناظرات المدرسية والحوار الراقي إلى كل بيت. المناظرة هي مواجهة بلاغية بين فريقين، ولكن بالنهاية هي مجتمع بيتحدث مع بعضه، بيتحاور مع بعضه، ما المهم مين الفائز، المهم شو استفدت أنا والطرف الآخر وشو وصلنا لنتيجة لرؤية متكاملة. الخطة للمناظرات المدرسية اليوم عم نشوف في توسع على أرض، خلينا نقول على أرض الواقع، عملية التوسع توصل لكل الجيل. البداية كانت بمدارس المتفوقين والمنارات والمدارس العامة، ولكن عملية التوسع بحاجة للتوسع بالكادر التدريبي يلي بيقدر ينمي لك أو يكتشف هالمهارات أو هالخامات هي ويطورها وينميها. العمل على توسيع الكادر التدريبي عمل ما له سهل، ولكن هو ضمن خطة مدروسة لدى هيئة التميز والإبداع وبالتنسيق وبالتعاون مع وزارة التربية. تدريبنا هو لمدة 7 أيام، تعرفنا فيه على المناظرة وأشكالها وكيف نقدر نلعب مناظرة بشكل الـ WSTC. تعرفنا على كيف نقدر نعد حقيبة تدريبية، على مهارات التدريب والتيسير. تعرفنا على كيف بقدر اتعامل مع اليافعين باعتبار نحن موجهين، يعني شكل المناظرات الـ WSTC هو موجه للفئة العمرية من 15 ل18 سنة، فكان كمان من المحاور الأساسية اللي كانت موجودة بشكل أساسي خلال هذا التدريب، على كيف أني أقدر أتعامل مع اليافعين وأفهم خصائص المرحلة العمرية لهم. محاور التدريب شاملة لكل النقاط اللي يجب تدريبها للفئة اليافعين بالمدارس، المدارس بشكل عام. شملنا كل المحاور كتعريف كمتحدثين نحن عنا، كالإطار المعايير كان في شرح وافي وكافي عن النقاط الرئيسية، كيف بعدين بنعمل حجج وبراهين وأدلة وكيف بنجيب الأدلة بشكل موثوق. كمان كان عندنا تحديد لكل متحدث شو مهامه، كيف بيقدر يعمل ربط واستنتاج وتلخيص لكل الأفكار المطروحة. أحد أهداف هاي الدورة المناظرة اللي هي ما هي لعبة فوز أو خسارة، لا، هي نحن الهدف الاستراتيجي تبعنا لحتى يصير في احترام وتقبل للرأي والرأي الآخر، احترام وجهات النظر لحتى يعني يسود أكثر هذا المفهوم بالمجتمع، خصوصي عند فئة اليافعين. نحن اليوم عم نركز كهيئة التميز والإبداع، عم يركزوا بالذات على فئة اليافعين اللي هن صف 10 11 بكالوريا. كقسم من برلمان الطفل موجود هون بدورة إعداد مدرب مناظرة مشان نقوي شخصيتنا، مشان يصير عنا جرأة على أنه نحن نعبر عن حقنا، نعبر عن صوتنا اللي ضمن فترة الحرب مو تم تسكيته بس بسبب الظروف ما كان حدا عم يعبر عنه، مشان نساعد بعض، مشان نساعد كل الطفل موجود بدمشق وريفه وبكل سوريا على أنه يسترجع شوي من حقوقه اللي كانت ضايعة.